تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من معالي السيد احمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب رفع فيها الى المقام الكريم لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم خالص التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم العالمي للديمقراطية والذي يصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام. واكد رئيس مجلس النواب في برقيته ان ما تحقق من انجازات لمملكه البحرين في ظل قياده جلاله الملك المعظم الحكيمه وبدعم ورعايه جلالته الكريمه للسلطه التشريعيه منذ انطلاق المسيره الاصلاحيه التنمويه الشامله والمستدامه شكل نقله نوعيه للمسيره الديمقراطيه في مملكه البحرين من خلال تبنيها المبادئ الرفيعه التي تعزز دوله القانون والمؤسسات وبناء اسس دستوريه عصريه وحضاريه انبثقت من ميثاق العمل الوطني اذانا بتدشين عهد جديد من الاصلاح السياسي والحياه الديمقراطيه